حياكم الله إخواني وأخواتي، نكمل لأهم تجميعات اختبار القدرات الورقي اختبارات الفترة الأولى من عام 1442 من هذا الكتاب المهم. من هنا نبدأ القدرات المستوى المتقدم رقم 6 مع هذا السؤال المتكرر في اختبارات كثيرة، بيقول إذا علمت أن الدائرة تساوي 5 أمثال أو أضعاف النجمة، طالب مني قيمة المقدار دائرة زائد نجمة على 2 نجمة. طبعا بيقول في السؤال أن الدائرة 5 أضعاف النجمة، يعني ممكن الآن أشيل الدائرة هذه وأضع مكانها 5 نجمات، وهنا كمان 1، وهنا على 2 نجمة، أجمع البسط هنا 5 وهنا 1، يعتبر هنا 6 نجمات وهنا 2 نجمة. أعمل عملية تبسيط، النجمة هذه أحذفها مع النجمة هذه، وستة قسمة 2 هيعطينا 3، وبكده أختار ألف. هناك حل آخر، إن أنا أشيل الدائرة وأضع مكانها مثلا 5 س، وأشيل النجمة وأضع مكانها س1. تعال نحلها كده بطريقة تانية، أشيل الدائرة ومكانها 5 س والنجمة س على 2 س، أجمع البسط هيعطينا 6 س على 2 س، أعمل عملية تبسيط أوخر السين مع السين وأقسم، 6 قسمة 2 برضو هيعطينا 3، طريقتين مختلفتين للحل وأعطونا نفس الجواب 3.